السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا صحابي؟ النهاردة هنوريكم ازاي هنعمل كيس البندوفلي الجميل بتاعنا بطريقة الصينية الجامدة الجحدة اللي هتعجبكم ان شاء الله، الحرقة الجميلة جدا. ومعانا طبعا لازم في الاول نشطفها كويس جدا، وهنوريكم نشطفها ازاي. بس طبعا قبل ما نشطفها كويس لازم نسلقها الاول. فطبعا هنعمل ايه؟ لازم حلة على قدهم بالظبط. ايوه، والمفروض من غير اخويا، وكمان بصلة مدورة مش البصل الاخضر، هنحط واحدة بس، لكن هتتقطع حتت صغيرة كتير، تتقطع صغير عشان تكون حلوة كده. لو انتم شايفين طبعا هنحطين حاجة معانا، هنحط نعصر ليمونة في المية طبعا. هنقطع الليمون نصين، وطبعا هنقطع الليمونه طرنشات صغيره مدوره، وهتنزل في الميه بقشرها عشان يكون عامل زي الصينيين بالظبط. طبعا الميه دي لما تغلي وتفرك كده هننزل عليها بالجندوفلي بتاعنا الجميل. زي ما انتم شايفين كده. تاني حاجة معانا هنحط معلقة زيت في المية، معلقة كبيرة زيت، ومعلقة كبيرة خل، وطبعا هنقطع البصلة وهنرجع لكم. طبعا بعد ما خلصت البصلة وعيني باظت، عيني مش قادر انزل بالبصل في المية، عيني باظت، ما احنا ولعت اصلا. دلوقتي هننزل بيهم على النار يا عيني. طبعا هننزل بالحلة على النار، طبعا هسيبها تغلي وتفرك وهنرجع. ويلا بينا عشان نشوف هننضف البكلاويز ازاي. ودلوقتي هنا في حلة صغيرة فيها مية، وطبعا ده الجندوبلي لازم نحط 3 معالق ملح كبيرة، طبعا لازم نحط 3 معالق كبار عشان
يبدأ الدوفل ينضف من اي زفارة ومن اي حاجة وحشة. ادي اتنين وباقي التالت اخر حاجة. ثلاث معالق كده وتحطه طبعا ننزل بالجندوفلي بتاعنا اهو. لازم نفتح الكيس الجميل بتاعنا ده. طالع من غير الطريقة الصينية الجميلة اللي احنا على طول متعودين بنعمل بيها الاكلات حراقة. حاول افتحها اهو. صعبة الفتح دي. فتحت اخيرا. طبعا قبل ما ننزل ما ينفعش ننزل على طول كده، لازم نشطفها شطفه الاول. فهشطفها وارجع لكم تابعونا. ودلوقتي بعد ما شطفناها شطفه حلوه هننزل عليها في الميه ام ملح. هو شكله حلو. طبعا هنسيبهم يتنقوا في الميه ام ملح كده، واول ما الميه اللي حاطينها النار تغلي هنرجع لكم تابعونا. ودلوقتي بعد ما الميه ما غلت هننزل عليها بالبكلاويز الجميل بتاعنا. طبعا ممكن حد يتلخبط ويقول بدل بكلاويز طبعا البكلاويز ده حاجة والجندوفلي حاجة. الجندوفلي ده الصغير اللي معانا، والبكلاويز ده حاجة تانية خالص، وبيكون كبير ولونه اسود، واحيانا بيكون فيه منه بني ويعيش في قاع البحر الاحمر في المحيطات. اما الجندوفلي بيعيش على الشواطئ، واحيانا بيعيش تحت. Thank you.
نصفيها من الميه. وطبعا بعد ما تلاقي الصمام تمام لازم نحط الشفه اخيره. ودلوقتي هننزل بيها طبعا في التغليف. هدينا النار على الاخر. طبعا على ما هي ما تغلي هنخش على حاجه تانية واللي هي الدقه او الصوص السحري الحار اللي هينزل عليها. تابعونا عشان تشوفوا كل جديد. وطبعا ودلوقتي هنعمل دقه طبعا مكونه من قرن فلفل رومي على حسب اللي عايز، حامي بارد اللي عايز يحط وحته جنزبيل كده. هقطع حته صغيره عشان يكون سهل الدق. خمس فصوص ثوم. لا احط اربعة حلو. وحتة جنزبيل كده. بتطير دي ولا ايه؟ يا رب. ايه ده؟ ونرجع لكم. تابعونا دلوقتي بعد ما خلصت دق هنعمل ايه بقى؟ محتاجين حلة طبعا. محتاجين حلة كبيرة صغيرة
صغيرة عشان ننزل عليها حاجات كتير. حلوة دي؟ لا عايزة كبيرة. الاول يا جماعة مش هنحط دي، طبعا في الاول هنعمل ايه؟ محتاجين نحط بصل اخضر، هما التلج دول بس حلوين على قد الحلة. طبعا نقيفهم الاول وننضفهم. طبعا هنسيب الشراشيب الخضرة دي، بس طبعا هنشيل الشراشيب البيضة. كل ده طبعا ينزل في الحلة، ولو محتاجين تاني في الحلة هنجيب. بس على حد حاجة الحلة طبعا طبعا لازم نقطعه صغير كده، هي الرصاصة العملاقة
طبعا عايزين بصلايه صغيره كمان. اهم دول بيبي وصغيرين خالص. سيب يا بابا، سيب يا حبيبي. طبعا عليهم شوية زيت. يلا بينا ننزل بيهم عنه. طبعا احنا طفينا على الكندوفلي كله، ودلوقتي هنخش على البصل والزيت. ويلا بينا بقى عشان نشوف هنعمل ايه. طبعا لازم يتشوح شويه حلو عشان ننزل عليهم بالدقه الجميله بتاعتنا. لازم بقى نقعد نستناها على ما تاخد تشويحة حلوة كده. طبعا بدأت تتشوح اهي. اول ما تتشوح هنرجع لكم. تابعونا. ودلوقتي يا جماعه
البصل لما تحطه على النار فتره طبعا بقى قليل، فطبعا لازم نقطع بصل تاني. دلوقتي هنقطعه روح تجيب السكينة يا جماعة. فيديو بيصور تلزم تبوظوه انت كمان. دلوقتي يا جماعة هنقطع بصل تاني عشان لما تحط النار قل. هقطعهم وارجع لكم دلوقتي يا جماعة. قطعت البصل كله، هنسيبه بقى يتشوح، وبعد ما يتشوح هنرجع لكم تاني عشان دلوقتي يا اصدقائي بعد البصل خلاص اتشوح زي ما انتم شايفين كده، هننزل عليه التوم اللي احنا عملناها هي والفلفل الرومي والزنجبيل الجد، اول ما يتحمروا البعض كويس هنرجع لكم. تابعونا. دلوقتي يا جماعة هنحط المكونات السحرية بتاعتنا، واول حاجة هنحط نص معلقة من صوص الصويا ومن الكاتشب المكسيكي، نص معلقة كبيرة، نص معلقة، ونحط نص معلقة صوص صويا، وهنحط معلقة دبس رمان، طبعا لسه جديدة مقفولة، طبعا هنفتحها دلوقتي. اهو نحط معلقة واحدة
كبيره، معلقه واحده كبيره، وهنحط معلقه واحده خل عنب، وهنحط معلقتين زيت زيتون، افتحوا افتحوا في الاخر عشان هو جديد، احط معلقتين صلصه طبعا. واحد اثنين، وهنخش على التوابل، كزبرة نص معلقة، بردقوش نص معلقة، واللي عايز يزود شطة براحته، اللي عايز يزود ملح براحته برضو، ونص معلقة قرفة، ولكن قرفة مطحونة. هنفتح الزيت زيتون ونرجع له عشان هو جديد جدا جدا جدا. لازم تعمل